بس دلوقتي مش هقدر انزل اسمك في اعلام الوراثه عشان محدش يعرف، وبالاخص ماما. ماما لو عرفت مش هتقدر تستحمل الصدمه. بس ما تخافيش، انت هتورثي زيك زي بالظبط. في فرح؟ انت مش مبسوطه؟ اتبسطت ان ابويا طلع مش ابويا، ولا اني معرفش اي حاجه عن ابويا الحقيقي، ولا ان امي كانت بتكذب عليا طول الوقت. معلش يا فرح، سامحيهم، دول بقوا بين ايدين ربنا. افرحي، افرحي بالحياه الجديده اللي جايه لك. اني حياه؟ مش كفايه انك هتطلع من الفقر وهيبقى ليكي اخت؟ انت لسه بتقولي ان انت مش عايزه حد يعرف ان انا اخوات. اه بس ده وضع مؤقت كده قدام الناس، بس بيني وبينك انت اختي. انا اصلا ما اعرفكيش، مش مصدقه اي حاجه من اللي انت قلتيه. انت مين؟ فرح سامحيني، انا ما اقصدش كل حاجه. انت استني يا فرح، فرح استني، بقول لك ايه، استني تعالي. هو حضرتك رجعت تاني ليه؟ يا ستي انا حر، انا حر، شركتي وانا حر فيها ارجع اتشقلب، انت ايش دخلك؟ طب خلاص خلاص خلاص، من غير نرفزه. هتسأل عليا؟ عليا الكاشف. قلت لها ايه؟ هقول لها ايه؟ قلت لها مش موجود طبعا. ما قلتلكيش كانت عايزه ايه؟ سألتها، دي شويه شويه كانت هتطلع تضربني بالتليفون. غريبه. هو انت بتكنسل عليها ولا ما بتردش اصلا؟ انت مالك؟ انت حشريه ليه؟ بقولك ايه؟ لو اتصلت بيكي تاني قولي لها ان انا كلمتك من بره وقلت لك اني مش جاي الشركه تاني، مفهوم؟ مش جاي الشركه تاني؟ اكذب يعني؟ اه تكذبي، اكذبي مره عشان خاطري. يلا اتفضلي بقى عشان انا ما بحبش اصلا اقعد مع كدابين. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ماشي، بس ان شاء الله انت اللي هتشيل ذنب الكدبه دي مش انا. طب على فكره بقى، مش بعيد لقيها طب علينا دلوقتي. تفتكري؟ جدا طبعا، اصل انت ما شفتهاش كانت بتكلمني ازاي. انا هحكي لك. ولا تحكي لي ولا احكي لك، انا خلاص مشيت، مشيت خلاص. على ايه؟ انا مشيت خلاص، انا مشيت. ولو لو اتصلت بيكي او جت الشركه قولي لها انا ما شفتوش، انا ما اعرفش حد اصلا بالاسم ده، مفهوم؟ السلام عليكم. ما اعرفش حد بالاسم ده، هو كدب تاني؟ هو خايف منها كده ليه؟ هي اصلا مش حلوه. الحمد لله على السلامه يا شريف. الله يسلمك يا ملك. ايه ده؟ الملف ده فيه كل الورق اللي يثبت ان سعيد نصب على عينه. اقريه عشان تتاكدي. ومفيش مانع تدي نسخه لمروان. مروان؟ لو ده ما يضايقكيش يعني. طب وما يسالني انا جبت الملف منين هقول له ايه؟ قولي له الحقيقه. قابلت شريف الساكت قدامه؟ ولا انت مش عايزه يعرف ان احنا بنتقابل؟ طب ليه انت ما تديهوش لمروان بنفسك؟ مش عايز اقابله يا ملك. ويا ريت كمان تدي نسخه لاخوك يحيى. يحيى؟ اه يحيى. طبعا مش عشان يعرف ان هو نصب عليا، اخوك عارف ده كويس. بس يعني بما ان هو بيحبه وخايف عليه فيدفع الدين بقى عشان الراجل ما يتعذبش في تربته. مبروك يا حبيبتي، بكلمك دلوقتي ومهرك في ايدي، يعني مفيش اي حاجه في الدنيا هتعطل جوازنا. بقول لك جوازنا، جوازنا. قد كده مستعجل يا روحي؟ طيب بس اديني وقت عشان استعد فيه. بكره هشوفك. يلا يا حبيبي. ما قالتلكيش ولا مرة عن قرايب تانيين غير اللي تعرفيهم فيهم؟
عشان عشانك اتجوزت باباكي اللي رباكي. انا اختك، ده جوز مامتك بس. انت مش عايزه حاجه.